كله عمال يشتكي من ارباح اليوتيوب، وفي ناس بقالها سنين ولسه ما حققتش الشروط، وفي ناس تانية بتربح دولارات يعني معدودة على صوابع اليد الواحدة في خلال الشهر، وفي ناس تانية ما شاء الله بتربح ارباح كتير قوي عنا برد عليهم. طيب يعني ايه يا عم احمد؟ يعني نبطل موضوع اليوتيوب ولا في حل؟ لا يا عمي ما تبطلش اليوتيوب، بما انك صانع محتوى هقولك على خطوات بسيطة جدا هتتبعها وتقدر ان انت تحول قناتك فعلا لبزنس في 4 خطوات. فركز معايا وسيب كل اللي في ايدك لانه فعلا فيديو مهم جدا، وكمان هقولك انت بتفكر في ايه وانا بتكلم في الفيديو دلوقتي. فانترو سريع ويلا بينا نحول قناتنا لبزنس ناجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وإن شاء الله تعجبك وتشترك معنا. تم فتح باب التسجيل في برنامج الفايف سي، لو أنت مهتم بالبرنامج ده سجل في الرابط الموجود في صندوق الوصف عشان تحجز مقعدك، وفريق العمل يتواصل معك ويعرفك البرنامج ده عبارة عن إيه. إحنا بندي موقع وكانفا برو وبنمشي معك لمدة 3 شهور في قناتك لحد ما تحولها لمصدر ربحي مستمر بإذن الله. فلو أنت مهتم سجل في الرابط اللي موجود في صندوق الوصف. بص بقى معلم، ركز معايا تاني وسيب كل اللي في إيدك. أول خطوة هتعملها إن أنت تحدد مجالك بوضوح في القناة. لو انت اصلا محدد مجالك فانت مش محتاج الخطوة دي، لكن لازم تكون عارف ان مجالك لازم يكون واضح وانت بتستهدف مين كجمهور بيستفيدوا من المحتوى بتاعك. يعني لو انت مثلا بتشرح فيديوهات تقنية ففي ناس مهتمة بحاجات التقنية، تبقى انت عارف جمهورك ده اهتمامه ايه وحابب يتعلم ايه، بناء عليه تبدأ في الخطوات اللي جاية. طيب لو انت مش محدد مجالك تعمل ايه؟ المفروض ان انت تجيب ورقة كده فاضية وتبدأ تكتب 20 فكرة لمجال قناة على اليوتيوب. لو انت حتى دلوقتي لسه بتبدأ فانت عندك 20 فكرة، ولازم الحاجات دي تكون انت بتحبها او مجال عملك او شيء انت حابب ان انت تتعلمه وعندك شغف كبير فيه. في الاخر انت عندك استعداد تقضي وقت كبير في الحاجة دي عشان توصل فعلا لهدفك بإذن الله. طيب انا هوقف الفيديو وتركز معايا كده وتكتب 20 حاجة اللي انت شايفهم، مثلا طبخ، مجال السياحة، مجال الرياضة، صناعة المحتوى، عمل مواقع. المهم فكر انت اهتماماتك ايه عشان تعرف تملأ اكبر عدد ممكن من الافكار. طيب خلصت؟ ابدأ بقى بعد كده شوف ايه اقرب 5 حاجات لقلبك انت فعلا حاسس ان انت بتحبهم وتقدر تدي فيهم، ويا سلام لو انت بتعرف تعملهم. لو ما بتعرفش مفيش مشكلة، هتعرف في الخطوات الجاية ممكن تعمل ايه. طيب امسك ال5 دول وابدأ حطهم على الذكاء الاصطناعي واتكلم على نفسك وقول ان انا شغفي 1 2 3 وانا عايز اعرف بالظبط ايه انسب مجال بالنسبة لي وايه اكتر مجال ممكن يكون مربح واتعلمه ازاي. هيبدأ الذكاء الاصطناعي يقولك على خطوات، يعني جرب ودعيلي. وامسك كمان ال5 مجالات دول وروح لأصحابك وقول لهم انتوا شايفيني يعني فين من ال5 دول. يعني في الغالب انا لما بتكلم في التكنولوجي في وسط اصحابي كل الناس بتبدأ تسمع لي، فانا شايف ان الحتة دي انا عندي نقطة قوة فيها، فانت شوف نقطة القوة عندك فين والاهتمام والشغف فين وابدأ اختار مجالك بناء على الموضوع ده. وعلى فكرة لو عايز تتعلم الذكاء الاصطناعي من الالف للياء وصناعة المحتوى بدون زهور، شوف كورس الذكاء الاصطناعي عليه عرض هيعجبك جدا بإذن الله. طيب الخطوة التانية، هنفترض ان انت دلوقتي من ضمن الحاجات اللي انت اخترتها ان انت عندك شغف في تصميم المواقع. وعلى فكرة تصميم المواقع موضوع مش محتاج برمجة، وعندنا برضو كورس موجود فيه، زور الموقع www.ahmedmamdouh.com هتلاقي الكورس ده موجود هناك بيشرح لك تصميم المواقع بدون سطر واحد برمجة. طيب لو انت بتعرف تصميم المواقع فانت كده ما شاء الله انت كده جاهز ان انت تروح للخطوة الثالثة. طيب لو ما بتعرفش تعمل تصميم مواقع فانت محتاج ان انت تتعلم تصمم مواقع ازاي، يا اما تشوف كورسات مدفوعة يا اما تشوف كورسات مجانية. ولو دخلت على يوديمي، موقع يوديمي، هتلاقي عليه كورسات كتيرة مجانية، بس انت ادخل واعمل حساب وبعد كده اختار في الفلتر واختار فري، هتلاقي مئات الكورسات موجودة بشكل مجاني. ودور على حاجة اسمها ووردبريس، هي منصة تصميم المواقع بدون اي اكواد برمجة. تمام؟ واقفل على نفسك بقى معلم، وشهرين كاملين انت قاعد ما بتعملش حاجة غير ان انت بتشوف المحاضرات اللي موجودة على اليوتيوب والكورسات اللي انت جمعتها
وتقعد يعني تتشقلب وتلغي كل حاجة في حياتك وتركز في خلال الشهرين دول وتتعلم تصميم المواقع. خلي بالك انت بتبني بيزنس، واوعى دماغك يقولك ان انا ما عنديش القدرة، انا مش عارف، انا مش هقدر. الناس اللي هي اذكى ناس في العالم لو هو قدرة ذكائهم ضعف الذكاء اللي عندك او اللي عندي، لو عملوا الحاجة في يوم فانت المفروض محتاج يومين بس. في الاول وفي الاخر هتقدر تعمل اللي انت عايزه. الغي السوشيال ميديا من حياتك، الغي اصحابك في خلال الشهرين دول، وركز وابدأ اتعلم عشان نروح للخطوة اللي بعدها. الحاجة العجيبة جدا بقى ان انت موجود معايا لحد هنا ولسه ما اشتركتش، انزل اشترك وارجع لي تاني. الخطوة اللي بعد كده ان انت بتبدأ تعلن في قنوات السوشيال ميديا بتاعتك، لان انت المفروض اتعلمت الموضوع وتبدأ ان انت تعمل محتوى فيه، فتبدأ تعلن ان انت بتقدم الخدمة دي بشكل مجاني. الاول 3 هيشتركوا معاك، ممكن بقى الاشتراك ده يكون قناة تليجرام، ممكن يكون جوجل فورم، ممكن يكون عن طريق الايميل. المهم ان انت تجد طريقة تعرف تتواصل بيها مع الناس وتاخد اول 3 فعلا، ولو تقدر 4 و5 وتعمل لهم الشغل ده بشكل مجاني. ايوه انت سمعتني صح، بشكل مجاني. طيب انا هربح منين يا عم احمد؟ اصبر معايا وركز عشان الكلام ده كلام مهم، وهو ده فعلا الخطوات الصح اللي المفروض تعملها. انت لو رحت اعلنت وقلت يا جماعه انا بصمم مواقع، محدش هيبص لك. ليه؟ لان مفيش حد خد الخدمه منك ومحدش يعرفك، لكن انت بعملك للناس دي المواقع بتاعتهم بشكل مجاني هتبدأ تاخد ريفيوز منهم، مراجعات، وبعد كده تبدأ تحطها عندك في السوشيال ميديا، وفي الغالب المراجعات دي هتكون إيجابية لأن الناس عملت الموضوع بشكل مجاني. فحتى لو عندك شوية أخطاء كده وحاجات رتوش بسيطة مفيش مشكلة، الدنيا هتعدي. طيب تاخد الريفيوز دي بقى وتبدأ تعلن عندك في منصاتك في السوشيال ميديا، سواء بقى على التليجرام، على الفيسبوك، على اليوتيوب. المهم ان انت بتصنع محتوى مستمر في نفس المجال، وبعد كده تبدأ تعلن عن الخدمة دي ب$50. على فكرة احنا بنصمم المواقع بالبيرسونال براندنج ب$500، وفعلا ده رقم يمكن اقل كمان من السوق، عشان تعرف قيمة الحاجة اللي انت ممكن تتعلمها. طيب لما احنا بنعمله ب$500 انت تعمله ب$50 ليه؟ لان انت لسه في البداية وانت مش هتعرف تديله كل حاجة، احنا بنعرف نديله كل حاجة. امشي الموضوع خطوة خطوة. طيب في استراتيجية تانية ممكن تعملها؟ في ممكن تروح على يوتيوبرز زي او مثلا ناس لسه بادئين، وتبدأ ان انت تبعت لهم ايميل وتقول لهم انا هصمم لك موقع للقناة بتاعتك بكل تفاصيله ب$50. اعمل الموضوع ده ل10 20 30 يوتيوبر، وصدقني هتلاقي ناس تتواصل معاك وتقولك ان السعر ده اصلا محدش هيلاقيه، فهيروحوا ان هم يتواصلوا، بس طبعا هو اللي يشتري الدومين والهوست، لان طبعا ده تمن الدومين والهوست. المفروض لما تتعلم المهارة دي هتعرف. انا بكلمك على سبيل المثال موضوع تصميم المواقع، الكلام ده ينفع يتطبق على اي حاجة وهنعرف بعد شوية. طيب عملت الكام واحد، ابدأ خد $100 كده وابدأ حطها في اعلانات، وابدأ اشتغل ان انت بتقدم الخدمة دي، وارفع السعر وصله ل$70، بعد كده $100، وابدأ هات واحد صاحبك وعلمه الموضوع ده، وبكده انت اسست شركة مبنية على صناعة المحتوى اللي انت بدأته تقريبا بفلوس زيرو، يعني ما بدأتش بأي فلوس، بدأت بمجهودك. في الاول وفي الاخر انت محتاج يا اما تدفع فلوس كتيرة في الاول ويكون عندك مهارة طبعا في الحالتين، او ان انت تبذل مجهود في صناعة المحتوى عشان خاطر توصل لأكبر عدد من الناس وتقدر تقدم الخدمة بتاعتك. طيب الكلام ده ينفع يتطبق على قناة طبخ؟ لو انت عندك قناة طبخ ممكن تعمل الخطوات دي، ممكن حتى يكون تعليم لموضوع الطبخ او تعليم لعمل محتوى لفيديوهات الطبخ. المهم الافكار كتيرة جدا تقدر تعمل ده. ولو انت مهتم ان انت تاخد اكتر من 20 فكرة لزيادة ارباحك في قناتك على اليوتيوب، شوف الكورس اللي هتلاقيه موجود في صندوق الوصف وهيطلع هنا. ده كورس اسمه 10X YouTube Profit، هيوصلك لأكتر من وسيلة للربح على اليوتيوب بدون انتظار تحقيق الشروط اللي هم الألف مشترك والـ4000 ساعة مشاهدة. أتمنى يكون استفدت من الفيديو، ولو لسه عندك مشكلة في المشاهدات شوف الفيديو ده. سلام.